انا عمرو ابو النجا، انا طالب في كليه طب طنطا. انا في جوله الانتخابات الاولى الانتخابات الرئاسيه انتخبت عبد المنعم ابو الفتوح، لاني كنت معجب يعني بتوجهاته وخطته للنهضه بمصر عموما. طبعا يعني في الجوله الثانيه لا كنت عايز اختار شفيق ولا كنت عايز اختار مرسي، بس حتى كنت قررت ان انا هبطل صوتي. حسيت بقى يعني ضميري مش سامح لي في موضوع الشهداء ومع كده، فطلعت كوين وعملت توس وقلت لو هتطلع ملك هختار شفيق، قصدي هختار مرسي، ولو طلع كتابه هشخبط على الورق. يا عم يا عم محمد، مش عارف ايه انا سمعت عن الدعوه بتاعت 24/8، وانا بصراحه مش معاها طبعا، يعني مع ان انا مش اخوان، مع ان انا مش بسبورت دكتور محمد مرسي يعني في كل حاجه، مع ان انا انتخبته غصب عني، ولكن انا شايف الموضوع 24 ده لو اتسمح فيه ان الناس تنزل بصوره غير سلميه، وموضوع حرق المقرات ومحرق المقرات ويعني اي مظاهره غير سلميه، هي ببساطه شديده يعني اهدار لهيبه الدوله وهيبه القانون. انا كده بقى ان برضه لو عملنا انتخابات تانيه ما بين شخصين اتنين تانيين وجاي واحد، هيجي الناس التانيين بقى اللي اختاروا الخصم هينزلوا برضه يعملوا مظاهره ويقول لك نشيله وبتاع، كلام مش منطقي يعني. يعني هنخش في دايلما مش هنخرج منها يعني. فبكل المقاييس هو رئيس جه وعد وعود معينه مطلوب منه ان هو ينفذها. طبعا يعني الاوضاع زي الزفت، بس ده لا يمنع ان هو له ايجابيات على الاقل في اليومين اللي فاتوا دول، موضوع المشير وعنان وبتاع، الحمد لله ان هم راحوا بده يعني.